بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. روسيا، هكذا تقول صحيفة فالد الألمانية، بتقول إن روسيا نشرت أقمار صناعية قاتلة في الفضاء. مش بس كده، أرمينيا طلعت كل دفاعاتها الجوية وديتها لفين؟ لأوكرانيا. أما الفيديو اللي حضرتك شفته في المقدمة ده، سيبك بقى من الحروب، وروسيا شغالة برضه تعمل مناورات، اكتر من 400 سفينه وغواصه تشارك في مناورات المحيط الهادئ الى البحر الابيض المتوسط. البحريه الروسيه تطلق تدريبات المحيط 2024 ولا كان فيها حرب هنا، ولا اراضي محتله من عندها كوريا، ولا اي حاجه. مكمله، عارفه موقفها ايه وعارفه وضعها ايه. امريكا عايزه تشغلها بالحرب دي عن اي حاجه، فلا مش هننشغل. اعلام الماني بيقول قامت روسيا بزيادة انتاج الدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ عدة مرات، مركز معايا، من سيرجي شويغو لأندري بولوسوف وزير الدفاع الجديد. الوضع اتغير تماما، وبحسب التقديرات الجديدة فقد زادت روسيا انتاجها الشهري من الدبابات من 40 دبابة في 2022 لأكثر من 130 دبابة في 2024. من 40 ل 130، يعني اكتر من 3 اضعاف. حلف النتو كله بينتج كام؟ 40-50 دبابة، ده أقصى حد يعني. هما بينتجوا 130 دبابة. مش بس كده، زاد الإنتاج الشهري لمدافع الهاوزر والمدفعية الصاروخية بحوالي 150%، ده ألمانيا اللي تعلم. تحتاج روسيا من شهرين لسبعة أشهر، يعني من شهرين لسبعة شهور، عشان تعمل إيه؟ عشان تبني المخزون العسكري لجيش زي ألمانيا. أنت متخيل؟ من شهرين لسبع شهور تفول، لو بتصدر كل حاجة للجيش الألماني هتفوله وتزبطه وتخليه جاهز للحرب. يعني الحرب ما أثرتش على الإنتاج ولا أثرت على حد. طيب، والصحف الألمانية بتتكلم عن روسيا ليه؟ ما تتكلم عن ألمانيا، تعال جبها لك، بتتكلم عن ألمانيا زي ما ظهر قدام حضرتك. لقد تراجعت القدرات العسكرية الألمانية بشكل ملحوظ خلال الثلاثين سنة الماضية بسبب تخفيضات الميزانية، أوامر من أمريكا. المانيا ما ينفعش يبقى عندها جيش، هوب الحرب العالميه الاولى، هوب الجيش الحرب العالميه الثانيه. المانيا دي حاجه خطر جدا. في عام 2021 كان لدى المانيا 340 دبابه فقط. 2021، انت متخيل 340؟ روسيا بتنتج 130 في الشهر، يعني 3 شهور خلاص فولت، مقارنه ب 4000 دبابه في عام 1992 و2400 في سنه 2004. حلو الكلام. وحدثت تخفيضات مماثلة لأنظمة الأسلحة الأخرى مثل مدافع الهاوزر والطائرات المقاتلة. زادت القدرة العسكرية الألمانية بشكل طفيف فقط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في سنة 2022. بمعدل الشراء الحالي سيستغرق الأمر عقودا للوصول لمستويات 2004، 10 سنين للطائرات المقاتلة بنفس المعدل اللي ماشيين بيه دلوقتي اللي هو زاد، عشان يوصلوا لسنة 2004. 10 سنين للطائرات المقاتلة، 40 سنة للدبابة، 100 سنة لمدافع الهاوزر. بالمقارنة، يمكن لروسيا انتاج المخزون العسكري الألماني بالكامل لسنة 2021 في غضون من شهرين لسبع شهور. بدأت الطلبات في الزيادة بشكل ملحوظ فقط في يوليو 2023 بعد سنة ونص من بدء العام، تظل كميات الطلبات صغيرة نسبيا. على سبيل المثال، تم طلب 22 مدفع هاوزر فقط. انت متخيل؟ هناك تأخيرات متزايدة في التسليم وتراكم الانتاج، القليل من التركيز على اشكال الحرب الجديده مثل الطائرات بدون طيار، عدد قليل جدا من الطلبيات من الشركات في دول الاتحاد الاوروبي الاخرى وما الى ذلك. يعني روسيا متقدمه والغرب متاخر، رغم ان وزير الدفاع عمال يقول، وزير الدفاع الالماني، هنعمل جيش قوي وهنعمل، لا كل الكلام ده لدغدغه مشاعر الناس. بمناسبه بقى النازيين، ومناسبه المانيا، ومناسبه زي ما ظهر قدام حضرتك اوتاوا سيتيزن، الجريده بتقول كندا غير متاكده من ما إذا كانت ستنشر قائمة بأسماء 900 من مجرمي الحرب النازيين الذين فروا إلى البلاد بعد الحرب العالمية الثانية. يعني النازيين اللي هربوا من ألمانيا راحوا استقروا فين؟ المجرمين الكبار راحوا فين؟ في كندا. طب ليه مش عايزة تنشر؟ تشويه سمعة كندا بنفسها سيؤدي إلى مقاضاة الأفراد الموجودين في القائمة جنائيا، إحراج الجالية الأوكرانية في كندا، وسيتم استخدامها من قبل روسيا. فعشان كده مش عايزين يعلنوا، انما هم عايشين فين؟ عايشين في كندا. صحيفة فالد الألمانية بتقول ايه؟ يتزايد القلق في مقر حلف الناتو، قاعدة طبعا رامشتاين، من ايه؟ بشأن هجوم نووي روسي في الفضاء.
ووفقا للنتائج الأمريكية أطلقت موسكو عدة أقمار اصطناعية قاتلة. أقمار خلي بالك جبت لك من يومين إن هم خايفين على الكابلات البحرية، دلوقتي خايفين على الأقمار الصناعية في الفضاء وممكن تضرب نوى من الفضاء كمان. عدة أقمار صناعية قاتلة يمكن تجهيزها بأسلحة نووية، من شأن العملية أن ترسل موجات هائلة من النبضات الكهرومغناطيسية مع عواقب مدمرة. ده اللي قاله بوتين، اللي هو إيه؟ لو ما فيش روسيا مش عايزين العالم بقى خلاص. تقدر تضرب من الفضاء، تقدر تضرب من الأرض، تقدر تضرب من الثالوث بتاعها، بالإضافة لكده كمان في الفضاء دلوقتي بقى رباعي مش ثالوث، ده بقى رباعي. ده مين اللي بتعلن؟ ألمانيا مش أنا. طيب تعال نروح للبلومبرج. البلومبرج بتقول يتزايد خطر حدوث صدام مباشر بين الناتو وروسيا. دعا وزير الخارجية الأوكراني الجديد أندري سيبيجا حلف الناتو إلى نشر أنظمة الدفاع الجوي الخاصة به لاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية فوق أوكرانيا، ومع ذلك رفض الحلف أي صراع مباشر من هذا القبيل مع روسيا. لا مش هنروح يا جماعة، تعالوا عولنا. لا طب ما انتوا بتعملوا كده مع المغضوب عليهم. لا هنا نكرة وهنا نكرة، هنا الدول العربية مشرزمة متدمرة مش فارق معانا، انما روسيا هنخش يبقى احنا دخلنا، يبقى دولنا كمان مهددة، يبقى هيرد علينا في قلب اراضينا. لا خلي بالك، لو روسي لو بوتين ده هفق والله في سماء كانت موسكو دي تساود بالعرب زي اللي في القطاع كده. هم ما بيتشطروش الا على الضعيف. عايز تعيش في العالم ده ابقى قوي، العالم لا يحترم الا لغة الاقوياء. والله لو عيطت صوتت بص عملت ايه، هيغتصبوا نسائك ويقتلوا اطفالك ويدبحوك ويمرمطوك. مجرد ما ترفع سلاح كله يقلب ارانب قدامك. ما تنساش رئيس وزراء المغضوب عليهم ساعة ما نشر الخريطة بتاع القطاع، واخد بالك، محمود عباس ولا كأنه موجود ولا الضفة موجود ولا اي حاجة، انما القطاع ما يقدرش يجي منه، ما يقدرش يجي جمته. ليه؟ مع انه موجود جواه وقواته موجودة جواه ما يقدرش يضمه. ليه ما يقدرش يضمه؟ لانه في سلاح، في وحوش تدافع عنه، في اسود تدافع عنه، في رجالة تدافع عنه. العالم ما بيحترمش الا لغة القوة. اقعد بقى امسك لي حته ورقه اقول للمجتمع الدولي، وامسك لي حته ورقه تانية اقول لمجلس الامن والقانون الدولي وشغل الهبل ده فكك منه. العالم طول عمره لا يحترم الا لغه الاقوياء. كن قوي كله يحترمك، تبقى ضعيف طيب بقى مش طيب يفشخوه. تصاعد ازمه الصواريخ الباليستيه بين طهران وكييف بعد استدعاء دبلوماسي ايراني. اوكرانيا بتاخد سلاح من كل الدنيا، تيجي عند روسيا تقول لك لا ما تديهاش ما تديهاش. فاتسأل مسؤول من ايران مرضاش يقول اسمه الرايترز، توديته ليه سلاح؟ قال لك يا عم مقابل الغذاء احنا عايزين اكل، احنا عايزين اكل. قال انت مش خايف من العقوبات؟ قال له يعني هيبقى اوسخ من اللي موجود. حرفيا يعني ادي روسيا تستخدم الصواريخ الباليستيه الايرانيه في الاسابيع المقبله، واربع دول قال لك هنرفع هنعمل عقوبات، اربع دول غربيه تعتزم فرض عقوبات على ايران لتقديمها صواريخ لروسيا. قالت لك احنا كده كده علينا عقوبات فمش فارقه معانا، اللي هو السلاح مقابل الغذاء. انت عايز ايه يا روسي؟ عايز جيران؟ خد اللي هي شهيد 136. عايز صواريخ باليستية؟ خد. على حد قول الغرب لحد ما يجي ونشوف صاروخ بعينينا اطلق، يبقى كده نقول فعلا الصواريخ دي وصلت لروسيا، غير كده مفيش حاجة وصلت. صح الكلام؟ تمام كده؟ تمام كده. اللي ظهر قدام حضرتك ده البيان الكامل من وزير الخارجية الامريكي حول المناقشة ما بين بايدن وما بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للسماح للقوات المسلحة الأوكرانية بتوجيه ضربات بعيدة المدى ضد روسيا. بيقول من الضروري أن نتساءل عما إذا كان الأوكرانيون قادرون على استخدام الأسلحة بعيدة المدى فعليا. في بعض الأحيان يتطلب هذا التدريب، فبالتالي لو إحنا لو الأسلحة دي هتروح إيه اللي هيحصل؟ إحنا اللي هنروح نعملها زي ما بوتين قال. الموضوع مش سهل يا جماعة، ده هما اللي بيحددوا، أقمارهم الصناعية اللي بتحدد، والروس والأمريكيين والبريطانيين هما اللي بيضربوا. وبوتين قال الكلام ده وقلت لك قبل كده صوت وصورة. فهم هنا بيقولوا من الضروري أن نتساءل عما إذا كان الأوكرانيين قادرون على استخدام الأسلحة بعيدة المدى فعليا. في بعض الأحيان يتطلب هذا تدريبا، وهذا ما كنا نفعله. هل لديهم القدرة على دعم ذلك؟ هذا ما كنا نعمل عليه. هل لديهم القدرة على دعم ذلك؟ هذا ما كنا نعمل عليه. هل هذا الجزء من استراتيجية أو من الاستراتيجية فعال؟ سنستمع إلى شركائنا الأوكرانيين وسنقدم تقريرنا إلى رئيس الوزراء والرئيس بايدن قريبا، وأنا متأكد من أن هذا ما سيتحدثان عنه عندما يجتمعان يوم الجمعة. قرر
قرار منح الإذن لكييف من قبل واشنطن قد تم اتخاذه بالفعل. يسافر بلينكن ووزير الخارجية البريطاني إلى كييف لإعطاء الإذن بشأن ضربات بعيدة المدى على الاتحاد الروسي حسبما ذكر مراسل أكسوس في الكونغرس نقلا عن مايكل ماكول رئيس مجلس النواب للشؤون الخارجية. وقال ماكول لوسائل الإعلام: لقد تحدثت إلى بلينكن منذ يومين وهو يسافر مع نظيره إلى بريطانيا إلى كييف ليخبرهم بشكل أساسي أنهم سيسمحون له بضرب روسيا بصواريخ أتاكامز. هل ده هيحدث ولا مش هيحدث؟ طب ايه؟ طب فين؟ طب ازاي؟ اما بالنسبة لأرمينيا، أرمينيا بتصع، أرمينيا ودت أنظمة دفاع جوي الاس 300 اللي عندها من الحقبة السوفيتية واللي كانت واخدها من روسيا لفين؟ لأوكرانيا. أرمينيا بتصعد مع روسيا بشكل كبير جدا جدا جدا. ولسه متابعين معاكم الأخبار دي لحظة بلحظة. بس يا سيدي شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشراوي. شكرا.